خويا امين، بغيت نشري ماك من امازون، واش غنلقى شي مشاكل في الديوانه حسب تجربتك؟ غادي تلقى مشاكل في الديوانه، غادي تخلص عليها اخويا الديوانه، وغادي تقام عليك غالي. احسن طريقه اللي بغى يشري شي ماك على برا، احسن طريقه، وهي اخويا تشوف شي واحد اللي يجيبو لك يكون ثقه، شي واحد كتعرفه يشري لك ويجيبو لك معاه. ما غاديش هذه المساله، غادي تحط في الديوانه اخويا، هذا هو الاشكال. تقدر، وكاين بزاف ديال الريسك، كاين الريسك انك غتجيك الديوانه غاليه، كاين ريسك اخر هو يقدر يوصلك ويكون مهرس ولا شي حاجه، كيوقعوا هاد المشاكل هادي، يعني تلقى البيسي مشقوق من شي قنت ولا شي مصيبه، وانت في غنى عن هذه المشاكل. وانا احسن حاجه، بغيتي تشري ماك كما درت انايا، هذه نصيحه، الناس اللي عندهم ناس في ميريكان صحابهم ولا كيعرفوا شي واحد ولد دربهم وهذا يدير يتعامل معاهم، فهمتيني؟ دور معاه، غتزيدوا واحد غتعطيه شي شويه ديالو، حيت ضرب معاك تماره وغيجيبو لك. كاين واحد القالب انا درتو باش جبت الماك ديالي، وتقام عليا رخيص بزاف مقارنه مع الماك اللي كيتباع هنا في المغرب. مشيت اخويا شريته من واحد ستيت ما كيخلصوش فيها الطاكس، ما عندهمش الطاكس، يعني ديجا بعد الطاكس محيد، وشريناه بستودنت كارد وتريبل اي ديسكاونت، تقام عليا رخيص، دخلته رخيص. وبطبيعه الحال ملي المهم اللي بغى يشري على برا ويدخلو، حيد له الكرتونه ديالو، جبتيه في كرتونته غيحسبوه عليك بالجديد، خاصك تحيد له الكرتونه وتجيبو بلا كرتونه. واختي الطحرام يتعلمهم لي الدراري في كاين، والله ما كنت عارف شي حاجه، المغاربه خطار يا اختي، وحق الرب المعول. ومشتي الحوايج تشرب بطاطا برطل تما، ماي كات لا زيد. كاين واحد ولد خريبكه، وتحيه للناس خريبكه، خطير طير مع الطيور هذا، ولكن فهمتي ولاد الوقت. والكابتن كودز، كاينين دي مول اللي تيكون فيهم الكابتن كودز، يعني كود تخفيدي تخدموا هما تما بزاف هذه المساله، هذا الكود التخفيضي الكابتن كود، ينقص يعني لك واحد الكاب كود، واحد ينقص لك مثلا واحد 30 دولار 20 دولار،